بمجرد ما توصل مصر بتخطف رجلك لوزارة الأشغال وتسلم الجواب ده لسعال الشبوكشي زي ما فهمتك. وفكرك يعني إن السعال ده في إيده؟ أنت بتقول إيه؟ ده طول النهار من أوضة الوزير لأوضة الوكيل، وكل الموظفين الكبار بيمروا عليه في واحد واحد. أنت تصدق بالله يا جابر يا فندم، أنا سمحت جدا كده. إيه وخليه يكتشف قدامك ميدان الحياة؟ الواحد خايف. لا سيبك يا شيخ، خايف من ايه؟ يا بالسكه بيتعشى. ما هي صحيح نتعشى معاهم. سيدي جبر افندي اجازه ولا ايه؟ ايوه يا سيدي اجازه. هتوحشنا. اجازه قد ايه؟ شهر اتنين؟ لا اجازه طويله قوي. نقل ايه؟ نقلوك مصر؟ اهنيك مبارك. الله يبارك فيك، عقبالك ان شاء الله. ايوه يا شيخ ادعي لي وحشك. من غير ما ادعيلك، انت مش بتشتغل بذمة؟ ايه بمنتهى الذمة. خلاص. طب حضرتك علي بيه الشبوكشي؟ اي نعم. حضرتك عايز علي بيه الشبوكشي؟ اي نعم علي بيه الشبوكشي. علي بيه هناك اهو عند الاوتوموبيل اللي واقف. خلاص سيد علي بيه. اوعى يا جدع اوعى افتح السكه. اسمح لي بدقيقة من فضلك يا علي بيه. علي بيه مين؟ يا جدع تركن اهدى. انت عايز مين؟ علي بيه الشبوكشي. علي بيه الشبوكشي بتتنادى حضرتك؟ ايه المناسبة؟ انا علي الشبوكشي. مين؟ حضرتك؟ ايوه انا. تشرفنا. نعم في خدمة؟ ايوه سألك بيسلم عليك. بتقطعه ليه؟ من غيظي، وانا ما كنتش اقطعه اقطع هدومي. نهارك سيدي علي بيه. علي بيه الشبوكشي في ايده كل حاجة، الوزراء بيمروا عليه. أنا كنت عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ليه كده؟